السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار. خوتي اليوم راح ندخل العلمة. هنايا كاينة دورة تقول لك بيتنا راس الماء، ولا تكمل ديريكت العلمة قسم طينة. طريق هذه طريق الجزائر العاصمة القديمة، العلمة سطيف الجزائر العاصمة. ربي إن شاء الله يحفظكم خاوتي، التأني سلامة والعجلة ندامة. التحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. ربي إن شاء الله يحفظكم خاوتي، ومرحبا بكم في أي وقت. اليوم عندي فيديو في العلمة. تحية وتقدير الناس العلمة كبير وصغير، ربي إن شاء الله يحفظهم ويسترهم خاوتي. خوتي راه عندي واحد المبادرة تغرة الأشجار، كل ولاية نغرس فيها الشجرة. سامحوني عندي بزاف ما شريتش، يعني ساعات نشري هكذا أشجار وما نديرش عليهم فيديوهات. الشجرة خوتي راكم تشوفوا التصحر، الدنيا راهي والله حالة لا يرثى لها. لو كان كل واحد فينا يشري شجرة ويغرسها، راهي الجزائر الله يبارك راهي كامل راهي خضرة. ربي يبصرنا بعيوبنا، وربي إن شاء الله يحفظنا في الطريق حنايا وخوتنا. هذو عمال النظافة اللي راهم قدامكم خوتي، راه كاينة واحد الظاهرة في الجزائر كاملة. أنا ما نقولش العلمة ولا سطيف ولا كاينين بلايص، يعني ناس يجيبوا قمامة نتاعهم من داره ولا من الخدمة نتاعو ولا من شانطي ويطيشها في الطريق قدام لوطورود قدام، يعني واحد الظاهرة كبيرة. راه كاينين بلايص خاصين وين تفرغ هذه حشاك من المزبله، راهي كارثه راهي كارثه. الانسان لازم تكون عنده ضمير يا خاوتي. النظافه راه من الايمان والاوساخ من الشيطان. والله ذوك النهارات لقيت واحد هز الطوب والحجر في الجزائر العاصمه، كاينه واحد في الدخله نتاع سيدي موسى هنا، هذه الرومبو هذه محول، هذا لقيت حاجز امني ما قدرتش ندير لكم فيديو. الرومبو هذه تدي الجميله تخرجك حتى الججل ولقى وتكمل ديريكتوم وتدخل العلمة. قلتلكم كنت فايت لقيت واحد في الطريق كما هذه وإنما مسكرينها على جلواش فيها واحد الرقالة رايبة، حولوها البلاصة خلاف ما بين اللي خدموا هذيك الطريق. واش يديروا الناس؟ يجيبوا القمامة ويرميوا فيها في الطريق، يعني فياجات نتاع شيمي نتاع ديتون ونتاع يعني كارثة. تخرج ثاني مع طريق الدخلة اللي تحول كتجي في الطريق السريع شرق غرب تلقى الدخله نتاع المحوله لتيزي وزو، تفوت تحت الجسر. كاينين هذوك حاشك اللي يجيبوا الريش تاع الدجاج وتاع الباطوار هذو، يا ودي حاله كبيره حاله كبيره. ناس ما عندهاش ضمير خلاص، يجيب الدم عادوا حتى الطيور هذوك اللي يشربوا الدم حاشاكم ويشربوا الاخر ولا مستنقع. انسان ما يكونش كيما هكذا، سبحان الله العظيم. هذه والله العظيم والمشكل، والله جايين في واحد البلاصة ناس كامل تشوف فيهم اي فرغ نور ماله، ما كانش لي يهضر معاه ولا ما كانش وبلاك تهضر معاه تحصل. ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا. شوف الله يبارك الدنيا كيف راهي بروبر قايمين بها، الله يبارك ما شاء الله. ويجي واحد حاشك من القمامة تاعو ديريكتومو يرميها، تشوف يعني واحد الحوايج والله الا راسك يبلوك. فالعوض اللي يجيب شجرة يغرسها لا، يجيب العكس. شوف الله يبارك الدنيا يعني مرايا، الله يبارك كيف بنطة تاع دخان حشاكم ما تقدرش ترميها هنا. ويجي صاشي واحد كل واحد واش يجيب، واحد يجيب هربينه يفرغ التراب تاعه، واحد يجيب ما عليه الانسان عليه كيما هاك. خير انا مسلمين ونخافوا ربي ونظلوا في الجامعه وفي الصف الاول. سبحان الله العظيم، هذه هي العلم الله يبارك. شوف صبت مطر الله يبارك هنايا، اللهم أغيثنا أغيث النافع. يعني بدأت الحالة خضار، ربي يبارك ما شاء الله، ربي يجيب لنا الغيث إن شاء الله للبلاد يا ربي. علمة هذه كنت نخدم فيها في الرمل، كانت يعني سبحان الله العظيم. كنا ندخلوا الشارع دبي هذاك، كنا نفرغوا ثم الناس كانت تبني. كان دار هنا ودار هي روح درك بالك، راح حتى ممنوع الدور الداخل، يعني سبحان الله سبحان مغير الاحوال. راهي فيلات وقصور الله يبارك الله يبارك ما شاء الله.
كاين هنا ثاني واحد المحطه في قمه الروعه، ربي يبارك المولاها في رزقه ان شاء الله يا ربي. هذه هي ما شاء الله. العلم هنا بعيدة 27 كيلو على سطيف، هذه أميزو تاع الموبيلات الله يبارك إن شاء الله. أنا اليوم رايح العين طايا مع طريق بعدنا، نقبل طريق رقم 5. هذو من هنايا كامل يخدموا مواد البناء، الفايونس، اي حاجه تحوس عنها تلقى هنايا. ثاني وزين تاع بلاستيك يا عمي قاري والله، وتيوات الله يبارك ما شاء الله. اي حاجه تحوس عنها هنايا في العلماء كاين الله يبارك. دوك هنايا تكملوا ديريكت ندخلوا العلماء، ندخلوا دبي كما قلت لكم، شارع دبي اللي راه بدلوه دروك يقولوا له القدس. والله نقبضوا طريق اللور، نقبض ادروات ونروح مع طريق اللور. وين يحب يقاري قاري، لكن مين يطالع والو دز وخلاص. دروك اللي داخل العلمة يدير الاشارات يعوي يقبض الادروات ويدور، واللي راه رايح الله يا خويا تحير في هذيك فرام يسوق دوبلاني منا ولا قلب عليا منا راح يخرجني للعلمة. اللي هنا قاعد حفلات الله يبارك. هنا يا راني خرجت مع طريق اللور هاوي اللي دخلت على العلمة، وهنا يا نقبضوا تحب تروح مثلا لبيتنا ولا تلحق البراشمة تاع رمادة والدور وتقبض طريق القديمة تاع رمادة سطيف. هذه هنا يا طريق القديمة، طريق القديمة قسنطينة الجزائر العاصمة العلمة. المهم هذه يا طريق القديمة بكري كنا نفوتو منه، ما كانش طريق السيارة هذا خلاص. البلايص هذو هنايا في العلمة في الربيع الله يبارك تولي الدنيا خضرة ما شاء الله. اللي جاي صبت المطر الله يبارك، واش نقولكم عندها يومين و ثلاثة وهي تصب الله يبارك ما شاء الله، ويحفظنا بلادنا. هنا كامل يخدموا مواد البناء الفايونس، شوف الله يبارك ما شاء الله. شوف عينك يبدأ الدنيا تخضر، شوف شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذني اللي راه انفصل لكم ثاني مصنع. يخدم لي جوي الالعاب تاع الاولاد. هذه العلمة منات بين كاملة. وهنايا هذه اللي قلت لكم تحب تروح مثلا دور منا على رمادة تديك البيتنا، تديك البريكة، تديك العينازال، المهم عينو نمان بسكرة بازر سكرة. هذا وزين تاع تيوات الله يبارك. وهنايا هذه قلت لكم كانت مشتله مش على مازال ولا وهذه من هنا وروح كامله لازون، لازون وين الرحاوات تاع السميد وين نفطار اللي يبيعوا هذو خضاره. هنايا ساعه تسكر طريق خلاص. زون ديستريير المنطقة الصناعية.
هذه كاملة لا زون. إن شاء الله يبارك الفلاحة هنا. انا راني خرجت مع طريق رقم 5، يقولوا لها نمره 5 البلاصه هذه، وراح نقبل طريق حمام السخنه، طريق بيتنا، وان شاء الله يحفظنا دائما في التأني سلامه والعجل لنا. دام اشوفوا العلم الله يبارك كام لا يخدموا مواد البناء هنا يا شباب، ما شاء الله ربي يزيدهم في مالهم وفي رزقهم ان شاء الله يا ربي. بأي إنسان طالب باب تاع خير ربي يبارك له في رزقه إن شاء الله. نحب الخير لبلادنا، هذا يخدم الحطب إن شاء الله. كل واحد وش متخصص الله يبارك. هنا خرجنا من العوازقة إن شاء الله يبارك فليحة، وزاد تصبت المطر هذه الأخرى. اللهم أغيثنا غيثا نافعا غير ضار. بلادنا الله يبارك قارة، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، راهي الناس كاملة حارثة متكلة على ربي إن شاء الله. ربي إن شاء الله جعلوه عام خير وبركة على الأمة الإسلامية إن شاء الله يا ربي. عندي بزاف ما درت فيديو على الطريق هذه، هذو كامل مصانع يعني كما هذا هنا يما تاع القصاع نتاع الطواليت حاشاكم نتاع، المهم اي حاجه تخص بالدوش ولا كوزينة عنده الله يبارك. هذا منا ثاني واحد المسجد الله يبارك ما بصلي فيه في الصيف اللي فات، الله يبارك خدميني واحد الخدمة ما شاء الله. هنا ما زالت لي الحمام السخنة 11 كيلو، وما زالت لي البادنة 91 كيلو. من هنا وروح كامل طريق مزدوج الله يبارك ما شاء الله. هذا ثاني مصنع ما عرفتاش كبير الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله. هنا يخدموا في محطة هذه، من هنا وروح كامل ولات مصانع تقريب كامل. درك هنا كاين واحد الرومبوا تروح هكذا اغوش، تروح تقبض طريق حمام سخنة بيتنا، كمل ديريكت ثم تقبض طريق بيضة برج مروانة عينزال، ترجع نقولوا للدروات
هذا هنا يا ثاني لا يبيع الالعاب الله يبارك. تقبض الادروات تقبض طريق سطيف رمادا راس الماء وترجع منين جيت انا يا يعني. راني درت رومبوا كاين حاجز امني. المهم من هنا من زاد لي 9 كيلو الحمام السخنة وباتنا ما زاد لي 73 كيلو. هذا هنا كاينين ريستورات الله يبارك مطاعم الله يبارك ما شاء الله. وعندي جاني جعت ني شفتها مسخفت او كاين واحد الله يبارك على الاطروات واحد على الكوش واحد على الاطروات ندخل فيه هذا مانيش عارف مظهر تاعو ما عجبنيش مانيش عارف. كارت هبس الله يبارك ما شاء الله. غدا تغديت الله يبارك تعلمك لا غالية شوية بسم الله يا رب العمل عليك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا رب العمل عليك بسم الله. هنا نخرج ونقبض الطريق قصت لي طريق راهي مشرجية دير لهم الإشارة من بعيد باش يبعدوا راهي طرود يعني كاينة دودان قدامهم. يا ربي العمل عليك ريستورا الله يبارك ما شاء الله بصا غالي الربع 20,000 الجازوز 7,000 اللحم سكالوب 6,000 فرانك ما تلقى واش تاكل يا خوتي. الانسان يعود خدام ب100,000 للنهار يرحم والديك منعتو لي باش ياكل في الريستورات هذا يعني صعبة المعيشة صح. هو المشكل كاينين الريستورات اللي يحسب لك الماكلة ب15,000 كاينين اللي ب18 وكاينين اللي ب20 وكيما الخذارية البلا ب25,000 كنت تاكل اللحم على باليش كيفاش. خوتي هنا نقول لكم تهلا برواحكم دعيونا بالخير ربي ان شاء الله يحفظنا ربي بلادنا وربي يبعد عنا هذه المصائب هذه ويرفع عنا رب العالمين هذا الغلاء. عاونونا باللايك والجرس ودعوا الخير نتاعكم وربي ان شاء الله يحفظكم وربي قدرنا ان شاء الله نجيب لكم فيديوهات ملاح وربي يحفظنا بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.